أهلا وسهلا بكم. من كثر المناشدات ما تدري هالشعب المسعود صاحي ولا في غيبوبة. هذا واحد انذيابي عليه ملامح الذكاء الفطري، يشتغل شحاذ بارت تايم، لكنه شحاذ أصيل، كأنه يبي ثمن هالبيتين اللي قالها من الشعر ومخربطة. سلام يا سلمان بن عبد العزيز يا قرم الرياجيل، سلام عد ما على الصحاري من المال، سلام عد ما شرقت الشمس وطل الهلال، سلام عد ما هل المطر وسال المسيل، قالوا عن حاتم ماله فالكرم مثيل، ومن ذيك العصور تضرب بها الأمثال، ومن ذيك العصور تضرب بها الأمثال. لو كان سلمانكو فيه ذرة من كرم حاتم الطائي ما صار ثلث الشعب جايع وتحت خط الفقر، وما كثروا الشحاذين على الهواء وقنوات التواصل. البربرة ما تنفع والمديح ما يجيب لكسز. صرخت ولا ما صرخت، مدحت ولا ما مدحت، آل سعود ما جابوا خبر الجياع والمشردين والمضطهدين، تبيهم يجيبون لك خبر أنت اللي تبي لكسز؟ هذا بطل السنة نايف بن عبد العزيز دفع 50,000 جنيه استرليني، يعني ما يقارب 300,000 ريال ثمن قبلة لسارة فيرغسون دوغة يورك. وأنت يا الذيابي كلك على بعضك ما تسوى جناح بعوضة عند بن سعود. ويقولون إن مليكك سلمانكو دفع الشاهن شهية جابها له في الرياض أكثر من 7 ملايين ريال. بس أنت يا الذيابي وأمثالك من المساودين رخصتوا أنفسكم، واللي ترخص عليه نفسه يرخص عند آل سعود. تبي تبيع نفسك بالرخيص وتذلها لهالحرامية وتعرض ما وجهك على الملايين في مواقع التواصل الاجتماعي كله عشان لكسز؟ دخيلك ثم دخيلك ثم دخيلك يا قدوتنا، أنا فداك معك أحمد بن سليمان الذيابي طول الله عمرك، وانت باني عني فاء الحوية بالبيصلية جنب كبري أمير محمد. مال عطني ألو 05 كم رقمي 0536-83-511 مرة. مال عطني ألو ورد عليك ما يحتاج، وسلامتك لبى قلبك. صدق قد قالوها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. وإذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وسبسكرايب والرأس مرفوع، ويخسي بن سعود نطلب منه لكسز ولا حتى قلم برسم. نعم بارك الله فيكم. انتهت نشرتنا ونلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين ها هو غانم الدوسري قاهر آل سعود يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.